حياكم الله مشاهدي الأحبة. ما تزال آثار سرقة القرن اللي أهلكت الاقتصاد وأربكت المشهد العام تلقي بظلالها السلبية على البلد، بالمقابل الجهات الرقابية والقضاء مستمر بملاحقة المتورطين بهاي الجريمة وملاحقتهم حتى تم صدور أمر قضائي بحق شخصيات جديدة مشاركة بسرقة أموال الدولة بعد إثبات الأدلة التحقيقية بشأنهم. الحكومة اليوم تسير وفق ما وعدت به لملاحقة الفساد واجتثاثه بمحاسبة الفاسدين مهما كان منصبهم ومكانتهم. فالخطوط الحمر ليس لها أي اعتبار في حكومة الخدمات اللي عاهدت بقلع جذور الفساد وخلاص البلد من هذا الفساد. أما في ملفنا الثاني مشاهدي الأحبة لحصاد هذه الليلة، فبخطوط متساوية ومتقاربة تعمل حكومة الخدمة الوطنية على دعم برامج نموذجية آنية ومستقبلية تدعم الشباب مهنيا للالتحاق بركب سوق العمل عبر تهيئتهم وتوفير قاعدة فكرية وعملية تواكب متغيرات الأسواق العالمية. هاي تتلخص في دعم المشاريع الصغيرة عبر القروض الميسرة والمهمة موكلة لمدربين معتمدين ومتخصصين، بما يفضي أخيرا لخلق ريادة مجتمعية من خلال التشغيل الذاتي التعليم بما يسمح إلها مجاراة سوق العمل. هاي الملفات حصادنا لهذه الليلة راح نناقشها تباعا مع ضيوفنا، تتفضلوا البقاء ويانا ومتابعتنا. هيئة النزاهة تكشف عن تهرب وتنصل عن مشاركته في سرقة القرن، فملاحقتهم ما زالت مستمرة، تسلمهم إلى القضاء اللي بدوره أصدر أوامر قبض بحقهم وتم إيداعهم خلف أسوار العدالة، وكذلك استرداد جزء من الأموال المسروقة في زمن حكومة الكاظمي. خلونا نفتح هذا الملف مع ضيوفنا بعد مشاهدة التقرير الآتي. لم ينتهي مسلسل ملاحقة المتورطين بسرقة القرن، فمسك الخيوط الأولى للمشاركين بهذه الجريمة هي البداية الحقيقية للوصول إلى كبار المسؤولين ممن تثبت عليهم التهم وفق الأدلة الموجودة. الجهات الرقابية تكسر حاجز الخطوط الحمراء، فلم يرحم القضاء السراق الذين شغلوا مناصب رفيعة وحساسة في حكومة الكاظمي ليودعهم خلف قضبان العدالة. أنا أعتقد بأن المحكمة الاتحادية والقضاء أثبت حياديته ومهنيته، وكذلك بأن هذه الأموال حقيقة أموال الشعب العراقي. نعم، القضاء هو منصفا، وبالتالي هو الغاية هو الوضع الحقيقي وإظهارها أمام الشعب العراقي. فالقضاء يستمر بملاحقة الفاسدين والمتواطئين في ملف سرقة الأمانات الضريبية. هيئة النزاهة تزيح الستار من جديد عن شخصيات ذات مناصب رفيعة في الحكومة السابقة مع صدور أوامر قبض وتحر بحق العديد من المشاركين بالتلاعب في المال العام للدولة، وسط إشادات سياسية وشعبية لخطوات القضاء بملاحقة الفاسدين. بسم الله الرحمن الرحيم. اتخذت الحكومة عدة خطوات بخصوص سرقة القرن، وهي سرقة الضمانات، وهذه الخطوات استندها القضاء العراقي بصدور مذكرات إلقاء القبض بعدد من الشخصيات المتهمة. علما هذه الشخصيات كانت أصحاب مناصب عليا في الحكومة السابقة. طبعا الموضوع أخذ مدى من الوقت والتحقيق وإثبات الأدلة. الموضوع يخلو من الاستهداف الشخصي، لأن الأمر بدأ التحقيق به حين كانت أغلب الشخوص الموجودة هي في السلطة. عرابو الفساد والمتلاعبون بالمال العام للدولة خلف قضبان العدالة على إثر السرقات التي تمت في حكومة رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي، والذي وصفه المراقبون بالمحرك الرئيسي والفاعل الأبرز وراء هذه الجريمة، مع ترقب ليحين دوره في التحقيق معه لأخذ جزاءه العادل. نهى الشمري، الأيام الفضائية.
حياكم الله مشاهدي الأحباب، هذا الملف ورحب بضيفي الكريمين الأستاذ جاسم الموسوي المحلل السياسي. أهلا بك أستاذ جاسم ضيفا كريما. أهلا وسهلا. حياكم الله. والأستاذ نبيل العزاوي المحلل السياسي، حياكم الله ضيوفا كرام. أبدأ مع حضرتك أستاذ جاسم، بحسب وثائق هيئة النزاهة فإن مذكرات القبض والتحري شملت وزير المالية علي علاوي، مدير مكتب رئيس مجلس الوزراء، السكرتير الشخصي لرئيس الوزراء، المستشار الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء. هذه الأسماء الجدد لربما تكشفت بعد أن أخذت التحقيقات مجراها. هل لهذه الحلقة راح تنتهي الأمور أم أن هنالك حلقات أخرى من الممكن أن يطالها القضاء في مذكرات قبض؟ يعني في البداية تحية لجنابك وإلى أستاذ نبيل الصديق العزيز وإلى مشاهدي قناة الأيام الكريمة إن شاء الله. في البداية دعني أنوه إلى نقطة مهمة جدا، أن الفساد في العراق استشرى لسببين، وربما هذه الأسماء التي تحدثنا عنها واحدة من هاتين السببين. الأول هو شعور الفاسدين أنهم أقوى من الدولة، وهذا حقيقة شجع بعض مافيات الفساد لأن تلعب هذا الدور. والنقطة الأخرى هو إضعاف مؤسسات التنفيذية لمحاربة الفساد لملاحقة أسماء في مناصب مهمة، وهؤلاء الذين نتحدث عنهم. أفضل خطوة ليس فقط صفقة القرن وملاحقة سرقة صفقة القرن، أفضل خطوة أن اليأس الذي كان يزرع بالمجتمع العراقي وعلى مؤسسات الدولة أن الدولة لا تستطيع أن تواجه الفساد، بدأت الدولة تواجه الفساد بجدية عالية. واجهت الفساد على المستوى المتوسط، الآن واجهته على المستوى الأعلى. أسماء لأربع شخصيات في مناصب مهمة عبثوا بالمال العراقي، لعبوا دورا كبير، وكانوا يعتقدون أنهم أقوى من الدولة أو أن مؤسسات الدولة غير قادرة على ملاحقتهم. اليوم حقيقة تصدر أوامر بحق هؤلاء، وهؤلاء ارتكبوا سرقة للمال العام من خلال الاستغلال الوظيفي، وهذا يبعث الأمل لدى الشارع العراقي على أن محاربة الفساد بدأت خطواتها تتحرك أسرع مما كنا نتوقع. يعني في البداية ربما حضرتك إذا تتذكر ممكن كان القول في الشارع أن ملاحقة الفاسدين الصغار، الآن نتحدث عن فاسدين كبار، نتحدث عن مناصب مهمة في الدولة العراقية، وقد يلتحق بذلك ربما حتى الكاظمي. على سبيل المثال يسرب أن حتى السيد الكاظمي ربما متهم بملفات فساد، وهذا ربما سيشكل ظاهرة حضارية ديمقراطية في العراق أن رئيس وزراء يخضع أيضا للمساءلة في موضوع الفساد المالي والإدارة. إذن سقط ركن مهم جدا من خلال هؤلاء الأربعة، هو إدارة الفساد المالي والإداري أكثر من الفساد المالي ربما يلعب به الصغار المتوسطون الأحجام، ولكن الكبار يلعبون بإدارة الفساد المالي والإداري. ذلك أنا متفائل جدا وأشعر أن هذه الأسماء كان من الضروري حقيقة أن تنطلق، وهو بالمناسبة إثبات حقيقة أن حكومة السيد السوداني حكومة جادة على 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 ما تعهدت به، وهي تعمل على مستويات أربعة. واحدة طيب. منها اللي تحدثت عن حضرتك هي حكومة الخدمات. يعني هذه الجدية أستاذ جاسم لما تكون لدى حكومة السوداني، هنا تواجهنا عقبة جديدة. أستاذ نبيل حياك الله مجددا، شلون راح تأخذ هذه المذكرات مداها بالتنفيذ إذا ما علمنا بأن هؤلاء الأشخاص هم خارج العراق؟ هل راح يتحرك العراق عبر مسارات الانتربول، التعاون الدولي؟ تحية لحضرتك أستاذ أحمد، وتحية إلى الدكتور الموسوي وإلى كل جمهوركم الكريم. لك كل التحايا، تفضل. بالتأكيد السيد السوداني استشعر الخطورة باعتبار أنه أسمى الفساد بأنه جائحة. هو مجرد أن يستشعر بأنه كيف يمكن أن يتعامل مع هذه الجائحة، ووصفتها حتى المبعوثة للأمم المتحدة بأن الفساد أصبح منظومة، وبالتالي الكل يشخص أن أس ومشكلات العراق بالفساد. استبق كل هذا وذاك السيد السوداني بزيارات مكوكية كانت لدول تأوى فاسدين، وهذه لأول مرة تحدث بأنه يتعامل مع هذا الموضوع بجدية وبحرفية. طبعا موضوعة الزيارات هي ليست زيارات بروتوكولية كما كانت يعني معتادة لرؤساء سابقين، هذه الزيارات تشدد على كيفية استرجاع
الأموال إلى العراق. أهم قضية هو يعلم المتلقي اليوم هو كيفية إعادة الأموال للعراق. طبعا حتى رقم ما عندنا أستاذ أحمد، هنالك من يقول 150 مليار دولار، هنالك من يقول في بداية الحكومة يعني طلب السيد السوداني من شركة دولية أن تحصر الأموال المنهوبة، الأموال التي حدث فيها الفساد، حتى تكون الحكومة على معرفة بهذا الموضوع ومن ثم تعرف من تحاسب. ولذلك اليوم السيد السوداني يخطو خطوات محسوبة جدا، هذه الخطوات حتى علمية، بأنه كيفية استرداد هذه الأموال بطريقة يمكن أن تكون طريقة يعني أن تكون تباعا. ولذلك استردت أموال، طبعا أقول الكثير من الأموال يجهل الكثير بأنه أموال كثيرة ردت إلى العراق في هذه الفترة القليلة. طبعا قضية مهمة يجب أن نشير لها في هذا المجال، بأنه أن السيد السوداني في منهاجه الوزاري كان قد شدد على قضيتين مهمتين، قضية استرداد الأموال وقضية المشاريع، بأنه أسمى هذا العام هو عام المشاريع. إذن يسير بخطين متوازيين. أنا أعتقد أن الخطوة المهمة في كل هذا وذاك هو كيفية معاضدة الكتل السياسية في إنجاح السوداني. مهم جدا اليوم أن يترك السيد السوداني في فضاء أن يعمل وأن يكون مرتاح في عمله في هذه القضية المهمة. اليوم الفساد كما تعلم سيدي الكريم بقضية مهمة، بأنه كانت هنالك إشكالية في الحكومات الأربعة السابقة، لم يكن هنالك حرفية حقيقية في استرداد الأموال، كانت هنالك شعارات تطلق لاسترداد الأموال، ولكن واقعا لم يعني الشعب العراقي لم يمسك شيئا بيده. ولذلك أنا أعتقد هذه الحكومة هي حكومة تقدير المخاطر، باعتبار أنها لمست الجرح الكبير، باعتبار أن الفساد هو أس هذه المشكلات كما أسلفنا. أنا أعتقد أن الأيام المقبلة هي حبلى بالمفاجآت، أسماء كثيرة ستكون على قائمة المحاسبة. القضاء لا يتعامل مع أسماء، يتعامل مع أوراق. مهما كانت هذه الأسماء أنا باعتقادي ستكون أمام القضاء. ولذلك الكل الذي يشعر نفسه أنه مفسد اليوم متخوف، وهذه مهمة جدا، بأنه تعطى رسائل للذين عبثوا بالمال العام، اليوم هم خائفين، لأن الفاسدين سيدي الكريم جبناء جدا. ولذلك لاحظ كم هي العملية يعني عملية سهلة جدا، ولكن مردوداتها أنا أعتقد ستكون أسهل بكثير للشعب العراقي خلال الأيام أو الأسابيع المقبلة. طيب أستاذ جاسم، يعني السيد عزاوي يرى بأن القضاء، هيئة النزاهة تتعامل مع لا تتعامل مع الأسماء بذاتها، تتعامل ورقيا حول من اتهم بهذه التهم، ولكن الكاظمي رئيس الوزراء السابق وصف هذه التحركات القانونية بأنها انتقائية بعيدة عن مجريات التحقيق، اعتبرها محاولات يعني للتستر على المجرمين الفعليين. أولاً الشفافية في التعامل مع ملف الفساد واضحة جداً، ولم يكن الاستهداف بتقديري استهداف لطاقم الكاظمي بقدر ما كان هناك ربما أو بالقادم ربما سنشهد ملفات لمسؤولين آخرين غير طاقم الكاظمي. لذلك أنا باعتقادي هذا التشكيك بنزاهة يعني هيئة النزاهة وبالقضاء العراقي الذي تميز حقيقة بشكل كبير جداً بالشفافية وبالجدية العالية، هو اللي شعور ربما السيد الكاظمي بأن هناك مخاطر قد تلاحقه نتيجة ربما بعض الاعترافات التي ستحصل عليها هيئة النزاهة والمحققين فيها من هؤلاء الأربعة الذين كانوا مقربين بشكل كبير جدا. وبالمناسبة يعني هناك آليتين مهمتين يتبعهما العراق. الآلية الأولى هي آلية الاتفاقات أو المعاهدات مع الدول، حتى وإن كان السيد الكاظمي أو غير السيد الكاظمي خارج العراق ممكن أن يستردهم العراق من خلال اتفاقيات ثنائية. والآلية الثانية هو دور الأمم المتحدة، وتذكر الأمين العام للأمم المتحدة يعني دعم العراق في مكافحة الفساد ومطاردة هؤلاء، أن الأمم المتحدة ستلعب دور كبير في مساعدة العراق. لذلك ليس من الصحيح مع هذا الإجماع الداخلي والدولي أن يشكك السيد الكاظمي بهيئة النزاهة وبالإجراءات القانونية، لأنه بذلك يريد أن يخفي شيء خطير جدا، هو أن ملف الفساد يجب أن لا يفتحه. بالمناسبة واحدة من الآليات والأساليب التي استخدمت للترويج للعقل الجمعي والعقل التنفيذي في مؤسسات الدولة هو عدم قدرة العراق على فتح ملفات الفساد، ولذلك هذه واحدة من المحاولات التي تريد أن تقبر
هذا النجاح الذي بدأناه في خطوة أولى وخطوة ثانية في ملاحقة الفاسدين. لو كان الاستهداف فعلا للسيد الكاظمي لكان هناك ربما ملفات كثيرة كان يستعجل فيها على السيد الكاظمي في ملفات خطيرة أيضا، ولكن أعتقد أن ما تجده هيئة النزاهة تحديدا أو الإخبار من خلال هيئة النزاهة أو ديوان الرقابة المالية وتدقيقاته هو الذي يثبت من كان يعبث ويستغل الاستغلال الوظيفي. وبالمناسبة حتى في قانون العقوبات، حتى في قانون العقوبات بالنسبة للمادة 431 و430 هو الاستغلال الوظيفي يعاقب عليه بالسجن لأكثر من 10 سنوات بالمناسبة أكثر من ذلك. وبالتالي لابد أن يعود السيد الكاظمي في ذاكرته أن القانون العراقي الراسخ والذي منذ 68 شرع هو قانون لا يختص بشخص معين بقدر ما يختص بالأوراق التي تعرض أمام هيئة النزاهة. عرضت أوراق أمام هيئة النزاهة فيها أدلة دامغة، أجري التحقيق وسيجري التحقيق وفي ثلاثة مراحل بالمناسبة، يعني أنا متخصص في ثلاثة مراحل. المرحلة الأولى هي المرحلة التحقيقية التي تبدأ ثم التي تبدأ مع المحققين في هيئة النزاهة ثم قاضي التحقيق ثم تذهب إلى المحكمة المختصة، يعني ثلاثة مراحل يجب أن يثبت فيها أن هؤلاء مقصرين وعلى هؤلاء أن يثبتوا أنهم غير مقصرين. إذا ما لا توجد أكثر من هذه الشفافية، ولذلك أنا أعتقد الطعن يأتي من باب الخوف من القادم، وهذا يعني للأسف الشديد أقول لرئيس وزراء أدار ملف العراق لمدة سنتين كان يفترض أن يدعم هذه الخطوات. طيب، ولكن رغم كل هذه الإجراءات القانونية والتي تقوم بها هيئة النزاهة أستاذ نبيل، لا زال الكاظمي يتوغل في وصف هذه الإجراءات التحقيقية، يوصفها بأنها مرتبطة بقوى ميول سياسية تفتقر الحدود المقبولة للاستقلالية. طيب، لما رئيس وزراء ودار البلد مثل ما تفضل الأستاذ الموسوي لمدة سنتين وبالتالي يطعن بهذه المنظومة اللي كان هو على رأس السلطة التشريعية، يعني اليوم حقيقة نتكلم بأنه تفاجأ الوسط الإعلامي أو الوسط المتلقي أو كل الوسط اليوم الذي يرى يعني مخرجات هذه العملية السياسية أن رئيس وزراء يتكلم بهكذا وصف. هذا طبعا يعني مشكلة كبيرة بأنه لا زالت اللجان التحقيقية تأخذ مدياتها والقضاء يمكن أن يبرئ الكاظمي إن كانت ليست لديه مثلبة أو لم يسجل عليه مشكلة في هذه القضية. وكنت أعتقد ويعتقد الكثير بأنه السيد الكاظمي هو الذي سيعطي للقضاء الكثير من الأمور وكثير من الطلاسم التي شابت هذه العملية، عملية الضرائب وما خلفها وما بعدها. هي القضية ليست قضية أمانة ضريبية، أنا أعتقد الأمر أصعب وأثقل من هذا. سيتفاجئ الشعب العراقي ب أموال أخرى مهربة خارج العراق إن فتح يعني خلال الفترة القليلة القادمة كما سرب. استشعار الحكومة باعتبارها حكومة تقدير مخاطر، يعني وصفت القضية بقضية إعادة الأموال من أولويتها، في حين كانت يعني هنالك يعني كانت جوع يضرب في العالم في بسبب الحرب الأوكرانية الروسية، وكان العراق في دائرة الخطر. حينما أول يعني أتذكر أول زيارة أو أول لقاء كان للسيد السوداني كان مع وزير التجارة باعتبار أن كل الحواس تتعطل عندما يجوع الإنسان، ولذلك أعطى أولوية للسلة الغذائية ويجب أن تدعم السلة الغذائية في هذه القضايا. وقلنا أنه سار في هذا الخطين، خط قضية يعني أن يكون قوت الإنسان موجود وأن يحافظ على الفقراء، وخط استرداد الأموال. مهما كان وصف الإنسان، مهما كانت يعني صفة الإنسان ووظيفته، أنا أعتقد أن القضاء سوف لن يجامل على حساب الأموال التي هربت. وأصبحنا مثالا اليوم وكالات الأنباء العالمية تتكلم ومع الأسف عن حجم الأموال المهربة. يعني معقولة أموال عراقية بسريلانكا، أموال عراقية بالفيتنام، أموال عراقية في جزر، يعني معقولة العراق أصبح لا يستطيع أن يعني. ولذلك شوف السيد السوداني اليوم هو ابن الداخل، هو يعلم يعني مرارة الشعب العراقي، ينزل إلى الشارع ويتفاهم مع الناس ويتفاعل معهم ومع مشكلاتهم، ولذلك هو يعلم جيدا بأنه اليوم يجب أن تحرك الفئة التي تقدم
المخدر بأكثر من 70%، هي دائما الفئة الرمادية المقاطعة للعملية السياسية، لأن كانت هو كبيرة ما بين السياسيين وما بين المواطن ولم يقدم له. اليوم أنا بتقديري قد حرك السيد السوداني هذه الفئة وأصبحت تستشعر بأن هنالك يمكن أن تكون هنالك مخرجات من هذه العملية السياسية، لأن البناء والبداية هي صحيحة. أعتقد أن النهايات ستكون صحيحة إذا ما أعطى الفرصة الكاملة السيد السوداني وأن خرج من شرنقة الأحزاب التي كانت تكبله، وبالتالي يمكن أن يقدم نموذجا جديدا يختلف يعني عن النماذج التي قدمت طيلة 4 حكومات، ويمكن للشعب العراقي أن يثق بهذه الحكومة، ويمكن حتى اليوم الذين يتردون بالانتخابات أن يذهبوا لهذه الانتخابات. الأحزاب اللي تكبل رئيس الحكومة أستاذ جاسم، ما هي نفس الأحزاب التي فرض الإطار التنسيقي بأن من سيأتي لرئاسة الوزراء سيشكل حكومة خدمات؟ الإطار التنسيقي كان نواة لتحالف إدارة الدولة، فبالتالي الكتل السياسية الممثلة داخل مجلس النواب متفقة بل مجمعة بأن هذه الحكومة حكومة خدمات. ولكن نتحدث عن الحكومة السابقة، إذا ما استمر الكاظمي وفريقه الحكومي في التهرب من الامتثال للعدالة، هل سنشهد أحكاما غيابية بحقهم؟ لا، هو في حقبة الكاظمي فقد عنصران مهمان جدا، وبالتالي أصبحنا في تيار. الأول هو عنصر الاستقرار، إذا تذكر لا يوجد استقرار سياسي، والعنصر الثاني هو عدم وجود تحسن اقتصادي، وبالتالي أصبح هناك كم كبير جدا من يعني المتفرعنين دعني أسميهم لا ينصاعون إلى القانون ولا يطبقون القانون، وأصبحت جزء من ثقافة وفلسفة حكومة الكاظمي أن لا يحترم القانون إلا بشكل، بمعنى فقط من خلال الإعلام القول القانون والقانون. وبالمناسبة حتى حكومة السيد السوداني واحدة من الاختبارات المهمة جدا أن تكون هناك تصاعدية في إسقاط كثير من الفاسدين، يعني ليس فقط هذه 4 أسماء، ربما أسماء أخرى، وتسقط هذه الثقافة التي تبناها الكاظمي بالتسويق والترويج على أن القانون أو الانتقائية في اختيار الشخصيات المتهمة بالفساد هو استهداف سياسي. وهذا طبعا واحدة من المؤشرات التي كنا نشير إليها، أن الرجل لم يكن مؤهلا سياسيا لكي يعني يستفيد من وجوده كرئيس وزراء ويعزز ويرسخ مفهوم الدولة بقدر ما عزز مفهوم الجماعة أو الغنيمة لهؤلاء الذين كانوا حقيقة سببا أساسيا ورئيسيا فيما تحدث به، ولا يكون هناك استقرار ولا يكون نجاح اقتصادي، وبالتالي تسرب الفساد إلى مفاصل الدولة وأصبح جزء من ثقافة مؤسسات الدولة في زمن الكاظمي. أنا بتقديري الكاظمي أكثر من يتحمل، لا أقول الرؤساء الوزراء السابقين أبرياء، لكن أقول الجميع يتحمل، ولكن فترة الكاظمي كانت هي الأخطر، الأخطر في استقرار العراق وفي اقتصاده وفي ملف الفساد. ولذلك كل ما يصدر من الكاظمي يدل على دفعات مقدمة من قبل السيد الكاظمي، يعتقد أن ملفه كبير جدا إذا ما يفتح، وسيفتح أنا بتقديري، وبالتالي سيلاحق قانونيا وربما سيأخذ جزاء العقابي، وستكون أول يعني بشارة خير بالنظام الديمقراطي، أن النظام الديمقراطي يسقط كل من يريد أن يعبث بالأمن والاستقرار والفساد المالي بأموال الشعب العراقي، وهو أن يوضع رئيس وزراء وراء القضبان. هذا مهم جدا، هذا أنا بتقديري سيعطي دفعة للنظام السياسي العراقي على أنه نظام جاد ولديه القدرة على أن يتعامل مع أي شخصية مهما كان منصبها ومكانها، حاضرا مستقبلا سابقا، طالما أنها ارتكبت يعني عملية لصوصية أو ارتكبت خطأ كبير بحق إدارة الدولة وحق الشعب العراقي، فهي ستحاسب وتعاقب حال حال أي مواطن آخر. طيب أستاذ نبيل، يعني عودة على ذي بدء، لما نتحدث عن هكذا قرار بأوامر قبض على مجموعة من البارزين في الحكومة السابقة، هذا القرار أين تضعه في خارطة مكافحة الفساد؟ كيف تنظر إلى أصدائه سياسيا شعبيا؟ يعني حينما
يعني نؤمن بأن الوطن مصير وليس استثمار، نعتقد بأن القادم أفضل. وهكذا حينما نتحول من المراهقة إلى البلاغ السياسي أعتقد هذا أهم. اليوم السيد السوداني يعرف جيدا ماذا يريد، ولذلك وشوف الخطوات كلها محسوبة. أما أن تكون أسماء كان الكل يخشى حتى ذكرها أو حتى التقرب منها في حكومات سابقة، اليوم لا خطوط حمراء، وهذا مهم جدا في التعامل مع أخطر الملفات والتي بسببها دفع الشعب العراقي ضرائب وأثمان. ولذلك أشوف حتى اليوم المترددين والذين كانوا يشككون بالعملية السياسية حتى أصواتهم بدأت تقل، لأن المنجز يختلف، وهذا يجب أن يذكر. ولل يعني واحد للأمانة يتكلم بأن اليوم كان قبلا عفوا كان هنالك الكثير من المشككين بالعملية السياسية وأصدائها ومخرجاتها قبل أن تبدأ، ولكن أن يعطى نموذجا للشعب العراقي بأن هذه الحكومة هي حكومة خدمة وطنية، يعني ليست نظرية تطلق وليست كلمة سريالية تطلق، الخدمة الوطنية هي خدمة أفعال، وأن تكون هنالك مخرجات. المخرجات اليوم مهمة جدا، وأنا بتقديري وتكلم الدكتور جاسم الموسوي على قضية مهمة بأنه الفاسدين مثل قطع الدومينو سيقعون تباعا واحدا تلو الآخر، وسيعترفون على أكبر شخصية يمكن أن تكون وتسنمت مناصب عليا في الدولة العراقية، ولذلك سنعطي نموذجا للعالم بأن العراق يتعافى، يمكن أن يتمرض ولكن لن يموت، بدأ التعافي وعلى الكل أن يعضد هذا التعافي، وأن نعطي مسافات وكذلك أوقاتا لهذه الحكومة أن تعبر بالعراق من مرحلة الخطر إلى مرحلة الأمان. أشكرك شكرا جزيلا الأستاذ نبيل العزاوي المحلل السياسي، والشكر الموفور لحضرتك الأستاذ جاسم الموزهوي المحلل السياسي، ضيوفا أكارم في الأستوديو. نتحول إلى الملف الآخر ونتابع فيه. حياكم الله مجددا مشاهدي الأحبة بهذا الملف، ورحب بضيفي الكريم الدكتور سالم سوادي الباحث والأكاديمي. حياك الله دكتور سالم ضيفا كريما، وسينضم معي عبر الهاتف الأستاذ عباس فاضل معاون مدير عام دائرة العمل والتدريب المهني في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية. أبدأ مع حضرتك دكتور سالم، نتحدث عن العراق وبسبب الأحداث انقطع عن الحركة الاقتصادية العالمية، هذا أمر مسلم به، هذا الانقطاع دام لسنوات طوال، بات اليوم من الضروري أن ينتهج العراق، حكومة العراق تنتهج أسلوب مغاير يتوافق مع المقومات الذاتية للمواطن العراقي للشاب العراقي. نتحدث هنا عن ريادة أنموذجا. التحية لحضرتك وتحية للكادر والمشاهدين الكرام، حياكم الله دكتور. مثل ما متعارف أنه الاقتصاد العراقي مر بنكبات كثيرة، ومنها الاعتمادية على الجانب الإحادي في الإيرادات يعني المتآتية داخل الموازنة الاتحادية، وبالتالي هذه الاعتمادية أثرت بشكل كبير على بقية القطاعات الفاعلة اللي ممكن أنه من خلالها تتحقق الإيرادات الأخرى اللي تدعم موازنات الدولة، وبالتالي تدعم الموازنة بشقيها التشغيلي والاستثماري. الاعتمادية بسوق العمل على القطاع الحكومي استدعت من الحكومة الحالية أنه ترى في كيفية تفعيل الجوانب الأخرى بالاقتصاد، وأهمها هي تفعيل المبادرات اللي تخدم الشباب العراقي الطامح للعمل واللي لديه أفكار إبداعية ممكن أن تتحقق على أرض الواقع من خلال دعم متوافر تقوم به الحكومة وتوفرها من خلال
الحاضنات اللي منتشرة في قطاعات مختلفة من البلد، وبالتالي هذه الاحتضانة هي مطلوبة لغرض المساهمة في سوق العمل العراقية، وبالتالي هذه سوق العمل اللي معتمدة قلنا اعتمادا مباشر على القطاع الحكومي، واللي أثقل الموازنة باعتماديتها على اعتماد بالجانب الأكبر والأكثر في الموازنة التشغيلية واللي هي تهتم بالرواتب والأجور. فلهذا الرؤية الحقيقية اللي ارتأتها الحكومة في إطلاق هذه المبادرة، وهذه المبادرة هي مبادرة فاعلة تحتاج إلى توافر السبل الكفيلة لنجاح هذه المبادرة. هذه السبل الكفيلة دكتور نتحدث عنها، لكن بعد أن أرحب بضيفي الكريم الأستاذ عباس فاضل، معاون مدير عام دائرة العمل والتدريب المهني في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية. حياك الله أستاذ عباس. لما نتحدث عن القروض أو منصة ريادة بالتحديد، لما نتحدث عنها بأنها راح تهتم بفئة الطلبة الجامعيين، إذا بات يعني من الضروري تحقيق التواشج والاتساق بين البيئة الدراسية وسوق العمل. اليوم الطلبة بحاجة إلى هذا الدعم، مبادرة ريادة كيف ستوفر هذه التوافقية بين العمل وبين الدراسة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا تحية إلى حضرتكم الكريمة وإلى السادة الحضور. حياك. حقيقة منصة ريادة أطلقت يوم أمس قبل دولة رئيس الوزراء، وتعتبر أن هذه المنصة من المنصة الحكومية الأولى على العمل بالعراق، يعني تزيد فرص لأكثر من 1000 باحث عن عمل أو قادرين على المشاريع الريادية كمرحلة أولى. حيكون التدريب من خلال مراكز التدريب المهني اللي هي بواقع 37 مركز تدريب ببغداد والمحافظات، أضافة إلى المدارس الصناعب ويكون هذا بدعم من الوزارات المعنية. هذه المبادرة راح تدعم شبابنا، يعني راح يسهل عليهم التسجيل مباشرة من خلال المنصة، ويكون لديه القدرة أو لديه فد برنامج ريادي أو برنامج ابتكاري راح يدخل على هذه المنصة ويسجل، راح يتوفر له التدريب الكامل من خلال البرامج الريادية اللي موجودة عندنا. بعدها يكون إذا كان عنده فد مشروع راح يسجل أيضا على هذا المشروع ويقدم دراسة جدوى. هذه الدراسة الجدوى راح تعرض على المختصين وتدعم من قبل الحكومة لإنشاء مشروع. هذه المشاريع راح تتابع سنة كاملة لتذليل العقبات أمام شبابنا من خلال زجهم في سوق العمل ونخليهم على المسار الصحيح. طيب أستاذ سالم، لما يتحدث الأستاذ عباس عن هذه المضامين يجب أن نتحدث عن العصب الحساس في هذه المبادرة، وهو الجانب الاقتصادي. من المعلوم بأن بعد 2003 أصبحت السياسة هي التي تقود الاقتصاد، ولكن ماذا لو أرجعنا الأمور إلى نصابها وأصبح الاقتصاد هو الذي يتحكم بالمسارات السياسية؟ إلى أي درجة راح تسهم هاي القروض الميسرة للمشاريع الصغيرة في دفع عجلة الاقتصاد المحلي؟ نعم. أكيد إحنا لو نرجع إلى تجارب البلدان الأخرى، منها البلدان النامية، يعني ما نروح على البلدان المتطورة وإنما البلدان النامية، نلاحظ أن هذه المنصة اللي تستهدفها الآن هي فئة المشاريع الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر، وبالتالي هذه يعني على مستوى الاقتصاديات، وقلنا على مستوى الاقتصاد النامي، ساهمت بشكل كبير في تحقيق نسب عالية مساهمة في الناتج المحلي الإجمالي، بلغت تقريبا ما يقارب 40-50% من مساهمتها بالناتج المحلي الإجمالي لاقتصاديات البلدان النامية، وبالتالي ساهمت بفرص العمل بما يقارب من 60-80% من فرص العمل المتحققة على ضوء سوق العمل. وهذا ما يقود إلى أنه نعمل على تفعيل هذه المنصة، وبالتالي حتى تنهض
المشكلة القائمة في سوق العمل العراقي وهي اللي هي اعتمادها على السوق على سوق العمل الحكومي. فنحتاج إلى قلنا إلى توافر السبل الكفيلة اللازمة في إنجاح هذه المبادرة وهي تهيئة البيئة اللازمة لنجاح هذه المشاريع الريادية للشباب. بالتالي حتى نهيئ البيئة اللازمة لهذه المشاريع لابد من تسهيل مهمة النفاذ إلى التمويل. وحتى تسهل مهمة النفاذ للتمويل لابد من وجود داخل الجهاز المصرفي على مستوى المصارف الخاصة أو على مستوى المصارف الحكومية وجود وحدات تنظيمية معنية بهذه المشاريع تختلف عن وحدات الائتمان اللي موجودة حاليا. فعلى الجهاز المصرفي تطوير وحدات تنظيمية خاصة لسهولة الوصول إلى التمويل من قبل طالبي التمويل من خلال المنصة اللي إن شاء الله راح تكون هي الأساس في تفعيل فرص العمل وإيجاد المشاريع اللازمة. فوجود هذه الوحدات التنظيمية لابد وأن تكون بمعزل عن وحدات الائتمان الموجودة داخل وحدات المصرفي داخل الجهاز المصرفي. بالتالي هذه الوحدات هي تعني بمنح القروض لهذه الفئات اللي طلبت التمويل من خلال المنصة، وأيضا متابعة ومراقبة عملية التمويل وكيف وصول التمويل إلى المشروع، وهل المشروع ناجح وهل المشروع قائم وهل حقق فرص عمل، ما مدى الإيرادات اللي تحققت، ما مدى فرص العمل، هل المشروع ناجح. بالتالي هذه واحدة من قاعدة البيانات اللي ممكن أنه تمتلكها المصارف عن طالبي التمويل وبالتحديد في هذه المنصة. وأيضا لابد من تفعيل الجوانب القانونية والتشريعية اللازمة لدعم هذه المنصة، وهذا شيء جدا مطلوب لغرض دعم هذه الأفكار المتوافرة لدى هؤلاء المتقدمين في هذه المنصة، وبالتالي دعم مشاريعهم الريادية الفكرية اللي ممكن أنه تخدم الاقتصاد وتوفر لنا المنتجات اللازمة اللي يحتاجها الاقتصاد المحلي. مهنا دكتور أيضا نحكي عن تعاضد في العمل وهذه المنهجية. أستاذ عباس، يترافق مع أطلاق هذه المنصة يعني من قبل دائرة العمل والتدريب المهني في وزارة العمل منصة مهن لتوفير فرص التدريب والتأهيل لفئة الشباب، يعني ماذا عن هذه التجارب اللي من الممكن أن تخرج بنتائج إبداعية تخص الشباب وتستثمر طاقاتهم؟ نعم أكيد. هو كما تعرف أستاذ العزيز، إحنا التوجه هو البرنامج الحكومي، التوجه هو لدعم الشباب وتوفير فرص عمل. الحقيقة إحنا منصة مهن باشرنا بها في إدارة العمل من خلال دائرة العمل والتدريب المهني منذ 15 شهر بالتعاون مع المنظمات الدولية، والحمد لله يعني بذلت زرعناها ونوت وتم إطلاقها من قبل معالي السيد الوزير الأستاذ أحمد الأكيدي المحترم بتاريخ 1/3، وتم إطلاق هذه المنصة والحمد لله تم تقديم أكثر من 5000 من خلال هذه المنصة. التعرف هذه المنصة تعتبر الأولى في العراق. نعم. الأولى في العراق. والهدف من هذه المنصة هي تعمل على ربط المباشر بين القطاع الخاص والباحث عن العمل، يعني من خلال فرص العمل الشاغرة. هذه المنصة على المنصة هذا وحيكون صاحب العمل على اطلاع مباشر لهذه المنصة. هذا حيوفر الشفافية، حيوفر تدليل كثير من المعوقات لشباب لفرص لتوفر فرص العمل. يعني انا ادعو من خلال يعني قناتكم الكريمه جميع اصحاب العمل في القطاع الخاص بالاصلاح والتسجيل فرص العمل المتوفره لديهم. هذا الهدف منها هو لتشغيل شبابنا.
طيب مهنان أستاذ عباس، يعني أيضا نتحدث عن هذه المنصتين لما تخصص يعني راح يكون طريقة جديدة في التعامل والشراكة وأيضا الاستفادة من التجارب العالمية الرائدة في هذا المجال. نعم أكيد نعم، مثل ما تعرف بالسابق كان البحث عن العمل يعني يراجع صاحب العمل مباشرة أو يراجع وزارة العمل لغرض التسجيل عبر هذه المنصات. يعني نحن حاليا نتعرف العالم التسجيل إلى الأتمتة، وهذا توجه الحكومة إلى أتمتة العمل، يعني هذا راح يوفر فرص كثيرة بصورة مباشرة. يعني الباحث عن العمل وقاعد في بيته من خلال يتصفح في موبايله يقدر يدخل إلى هذه المنصة ويبحث عن فرص العمل اللي موجودة اللي راح تطرح من قبل أصحاب العمل. وكذلك ايضا منصه مهن توفر التدريب للشخص اللي باحث عن العمل اللي عنده مهاره يقدر يراجع مراكز التدريب مالته ويدخل يطور نفسه، وما بعدها يدخل الى برامج الرياديه اللي موجوده ايضا احنا في وزاره العمل والتدريب المهني في قسم الاعمال، وبعد تخرجه ان كان منحه قرض. فهذه كلها راح توفر فرص كثيره وزج شبابنا الى سوق العمل. دكتور هنا ايضا نتحدث عن استقطاب فئه الشباب اللي تحدث عنها استاذ عباس، لما نخصص لهم يعني هكذا مشروع وهكذا منصات تخدم كل قابلياتهم وتطور مهاراتهم، هذا الموضوع حسب متابعين راح يمثل نقله نوعيه في الالتفات لشريحه الشباب كونهم لم يحظوا بهذه الرعايه سابقا. تعرف حضرتك اللي تخرج من الكليه يكون اكفد بون شاسع بين وبين سوق العمل، لا يجد وظيفه، واذا وجد وظيفه لم يمتلك المهارات العمليه لاداء هذه الوظيفه. نعم، نلاحظ انه احنا بالتجارب اقتصاديات الدول اللي حاليا مستحوذه على الاقتصاد العالمي مثل الصين الشعبيه. نعم، لاحظ بالصين انه بدايه الدعم المنتج المحلي هي بدات من حاضنات الاعمال اللي وفرتها الصين للطالبي يعني لفئه الشباب وغير الشباب اللي لديهم افكار رياديه ممكن انه يعملون فيها ويطورون مشاريعهم، فوفرت لهم حاضنات اعمال، وبالتالي هذه حاضنات الاعمال استقطبت هؤلاء اصحاب الفكر الريادي في استقطابهم من ناحيه توفير لهم الحاضنة التدريبية من خلال توفير إدارة المشروع وإدارة التمويل وإدارة التسويق وبمختلف المهارات اللازمة وحتى الدعم اللازم لإنشاء المشروع، بالتالي وفرت لهم البيئة الملائمة لغرض النجاح. وأشوف إحنا الآن نشوف الاقتصاد الصيني هو اقتصاد متطور يرفض كافة بقاع المعمورة بالمنتجات من خلال الإرادة اللي انتهجتها القائمين على هذه الحاضنات الأعمال، وبالتالي أوجدت هذه الطفرة الهائلة في إنقاذ الاقتصاد من مشاكل البطالة ومشاكل الفقر ومشاكل اقتصادية كثيرة إنه تحتم عليها. فلهذا وجود حاضنات الأعمال ووجود البنية اللازمة لاستقطاب هكذا متقدمين وريادي أعمال راح يهيئ السبل الكفيلة لنجاح هذه التجربة. طيب أستاذ عباس، أيضا في هذا الصدد نتحدث عن التوجه لخلق هذه الريادة المجتمعية، يعني هذا المشروع البناء والمهم من خلال التشغيل الذاتي، بناء فرص العمل اللائقة بالشباب والضرورية لتلبية احتياجاتهم، إذا ما أنجزنا هكذا مشروع عبر هكذا منصات، هل من الممكن أن نصل إلى أعتاب هذه الدول التي استثمرت في مواردها البشرية؟ أكيد طبعا، إحنا يعني هذه المنصات مثل ما سبق وتكلمت قبل قليل، إحنا توجه العالم هو عبر الأتمتة، وإحنا نقول إحنا التكنولوجيا لذت العالم مثل ما نقول، احنا هذا التوجه هو راح يوفر الكثير الى الشباب. يعني انا ادعو من خلال يعني قناتكم الكريمه هو الى توجه شبابنا الى تحديث بياناتهم الى الابقاء على هذه المنصات، والى اصحاب العمل ايضا لنشر المهن اللي الدرجات الشاغره العفويه اللي مطلوبه بالعمل.
بس احنا يحتاج يعني سالفه هذا في هذا المشروع هو مشروع يعني يحتاج الى وقت، لكن احنا بنعمل بشكل مستمر على توعيه الشباب لهذه المنصات والتوجه اليها من خلال توفير طرف عمل لائق لشبابنا وتزويدهم وزجهم في سوق العمل. طيب دكتور، يعني لما يكون هذه المبادرات تطلق على محورين، يعني المحور الأول يبدأ بالإمكانيات الكفاءات المتاحة للتدريب في السنة الأولى، وصولا إلى من المتوقع أن يصل إلى 100,000 مشارك نساء ورجال عبر مراكز تدريب مهنية حاضنات أعمال. هذه المرحلة إذا ما نجحت ننتقل إلى مراحل أخرى أكثر تقدم؟ نعم، ممكن هي من خلال أنه بداية التطوير والمساعدة هؤلاء المتقدمين على إيجاد يعني بلورة فكرة المشروع المتوفرة لديهم ووجودها للساحة التجارية والخدمية والصناعية أو الزراعية، وبالتالي رفدهم بكافة المتطلبات اللازمة. شوف مثلا إذا كان المشروع مثلا صناعي ممكن أنه توفر له المعدات الأولية اللازمة للنهوض بالمشروع، أو إذا كان مثلا زراعي ممكن توفير المستلزمات السقي والبذور والأسمدة وغيرها، ممكن أنه تحقق له بداية الانطلاقة بالمشروع، وبالتالي هذه هي الانطلاقة الأساسية. طبعا المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر واللي هي بدايتها تأتي من خلال ريادة الأعمال واللي هي تأتي من فكرة، والفكرة هذه هي فكرة إبداعية، وبالتالي تهيئت لها السبل اللي هي تأتي من خلال المنصة. فلابد من توافر الإمكانات اللازمة لنجاحها، وبالتالي هذه الإمكانات لو توفرت تبقى الاستشارات اللازمة لنجاح المشروع، باعتبار أنه هذه لأنه مشاريع جديدة فراح تتعرض للمخاطر، وبالتالي هذه المخاطر محتملة موجودة على مستوى كل الاقتصادات، وجود يعني حياة غير مستقرة للمشروع باعتبار أنه مشروع ابتداء، فلهذا يعني ممكن أنه تتعرض للمخاطر، لكن ليس في نهاية المطاف. فلهذا هو الفكرة هي تتولد من خلال ريادة المشروع، وبالتالي الفكرة تحتاج إلى امتلاك امتلاك الرؤية وامتلاك الرغبة وامتلاك العزيمة على تنفيذ المشروع. بالتأكيد. أنا أشكرك شكرا جزيلا دكتور سالم السوادي الباحث والأكاديمي، والشكر موصول لحضرتك الأستاذ عباس فاضل معاون مدير عام دائرة العمل والتدريب المهني في وزارة العمل. شكرا جزيلا لكم مشاهدي الأحبة على حسن المتابعة، في أمان الله.